انا عامله نص كيلو. انت طبعا بيعملوا اقل حاجه كيلو، يعني اقل حد بيعمل يقول ايه كيلو يدوبك يعني، بس انا نص كيلو نجرب ونتعلم فيه ويطلع معانا حلو، نعمل تاني وتالت ورابع. لان يعني كل ما بتعملي، يعني انا عندي تعملي مثلا انت اول مره تعملي حاجه نص كيلو في نص كيلو في نص كيلو، احسن ما تعملي كيلو او 2 كيلو مره واحده. لا خليكي كده، كل ما بتعملي ايدك بتاخد على الحاجه بشكل وعينك بتاخد على المقادير، بيبقى احسن كتير جدا ان انا اعمل قليل قليل بعد كده اكتر زي ما انا عايزه. خلاص، فانا عندي 3 كوبايات من الدقيق، 3 كوبايات من الدقيق، عليهم بقى ايه؟ هاخد ربع كوبايه بس من سمنه على زيت، ربع كوبايه من سمنه على زيت خلاص كده. وعندي معلقه خميره، معلقه سكر، وكوبايه لبن رايب. بصوا مقادير مفيش، سهله خالص مفيش اي حاجه. فهاخد هنا بسم الله 3 كوبايات دقيق، معلقه خميره صغيره مليانه، ومعلقه سكر كبيره، هقلبهم مع بعض. طيب ده بصوا اهي، ادي كده العجينه خلصت. هناخدها بقى نقسمها حسب ما احنا عايزين كده، اهي الشكل كده. البكاكين دي قبل يعني ولا كده، يعني هسيبها في السقاط واخمرها بالشكل كده، اهي اهي كده اهو، سيبها بالشكل كده. بصوا الرفع بتاعها اكني بعمل عيش، كاني بعمل عيش بالظبط، تمام اهي. واسيبها لازم لازم تسيبيها جوه الساق تخمر شويه، يعني سيبيها كده قد 10 دقايق ربع ساعة تخمر، وبعدين ادخلها فرن سخن جدا على ارضية الفرن بس كده، تمام.